هذه تم الاعتداء عليه ومن برفقته من قبل 30 شخص، واطلقوا اعيره ناريه في الهواء وطلقات خرطوش لم يستطع احصاء عدد الطلقات. ولكن المفاجاه هي ان العقيد صموئيل ابو تحلي نائب مامور قسم شرطه قصر النيل والذي استدعته النيابه لسماع اقواله وتشهد، قال ان عدد الاشخاص الذين كانوا خارج مقر نادي القضاه هم 5 اشخاص فقط، ولم يلاحظ مع احد منهم اي سلاح، وان سوي اطلاق النار الذي سمع في المنطقه كان مصدره من داخل نادي القضاه. وهذا يعني وقال ايضا محمد صبحي ان حبس المتهمين هو غير قانوني، واننا سوف نتوجه الى السيد وزير العدل نطالب بنبذ قاضي للتحقيق في الواقعه، على اعتبار ان حبس النيابه في هذه الحاله هي غير محايده. وقال اننا مصرون على نبذ قاضي حتى تكون التحقيقات حياديه. ياتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه النيابة أيضا سماع عدد من الشهود، خاصة بعد أن تضاقضت أقوالهم، فمنهم من قال إن عدد الموجودين كانوا خارج نادي القضاء 5، ومنهم من قال 15، ومنهم من قال 30 شخصا. طب سيد سيد ماذا يعني هذا؟ سوف تكون هناك مفاجآت يتم الكشف عنها. طب سيد يعني ماذا يعني ما قلت أن يعني أن طلقات جاءت من داخل القاعة؟ أنا هذا ليس كلامي، ولكن كلام الذي قال له لي هو محمد صبحي محامي المتهمين، نقلا عما قاله نائب مأمور قسم قصر النيل بأن الطلقات كانت من داخل نادي القضاء وليس كانت من الخارج. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي سيد جمال الدين المتخصص بالشأن القضائي.